مساء الخير. النهاردة أنا عاوز أتكلم عن شخصية أنا اتكلمت عنها كم مرة، وهي الأستاذ والموسيقار فريد الأطرش. السبب أن أنا عايز أتكلم عن الأستاذ فريد الأطرش لأن أنا تأثرت جدا بأغانيه منذ كنت في أتذكر أول مرة، يعني يتلفت نظري لي وأقول يعني فريد الأطرش دون هو ده المطرب المفضل بتاعي. كنت في أولى إعدادي، لأن كالعادة الواحد في مصر بالذات من البداية الواحد بيكبر على ان الاعلام وكل الناس بتقول عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم، وانا بحب عبد الحليم، انما لا يلفت النظر لقيمة فريد الأطرش كمطرب وكملحن. اذكر اول مرة كان اغنية من حرمش العمر منك يا حبيبي، اللي هي غناها في حكاية العمر كله. الأغنية دي فعلا أغنية جميلة، لأنها يعني فيها معاني حلوة، اللحن حلو، لما بالذات الجزء بتاع قربيلي يا عيوني حلوة قربيلي. ووجدت كمان ان من يحب فريد يحب فريد حب يعني ما فيش زيه، يعني من عشاق فريد وجمهور فريد هو فعلا جمهور فريد، يعني هو يعني جمهور فريد بمعنى ان هو جمهور بتاع فريد، وجمهور فريد بمعنى ان هو جمهور فريد، يعني ان هو جمهور ما فيش زيه. ونجد مثلا بعكس الاعلام الذي يتجاهل فريد الأطرش، نجد على اليوتيوب ومن ضمنهم انا في صفحتي بقالي مدة بحط اغاني لي، يعني انا اخر اغنية منزلها اغنية بالفرنساوي مايا كازابلانكا، مغنية جميل يا جميل. فديا برضو كلها جهود ذاتية، يعني الواحد بيلاقيها مش عارف مين دخلها فياخدها يدخلها هو كمان ومش عارف ايه، انما اين هي في الاعلام المصري؟ في ايضا اغاني سجلت في الحفلات. يعني مشكلة فريد كمان ان هو لم يذاع له حفلات كما كان تذاع حفلات عبد الحليم حافظ او ام كلثوم في التلفزيون، ولا حتى الاذاعة. يعني الاذاعة ما بتذيع حفلات، بتذيع حفلات بسيطة. يعني معظم الاغاني اللي بتذاع لفريد في التلفزيون اللي هي الاغاني المصورة في الافلام، مش الاغاني المصورة في الحفلات، فبتدي طابع ان هو لم يكن له جمهور، يعني كأنه بيغني لنفسه في الافلام، او زي ما بعد ما الناس ممكن تقول بيغني بفلوسه، لكن لا بالعكس، فريد الأطرش حفلاته كانت حفلات، وباين على اليوتيوب ناس مدخلة. يعني في الحفلة اللي في لبنان اللي بيغني فيها عش انت، وهي اعتقد مش فاكر هي ولا في حفلة تانية برضو، الناس برضو عش انت والناس بتهيص تهيص فظيع وفي صواريخ ومش عارف ايه وبتاع، بيتمنى رجوع عبد الحليم بالسلامة وبيهديله اغنية عش انت، وبتشوف ازاي روح هذا الرجل فعلا شخصية جميلة. يعني فريد الأطرش انا كتبت عنه، هحط في اللينك بتاع الفيديو في الذكرى 37
كتبت عنه مقال مطول نشر في بيروت تايمز هنا في أمريكا وجريدة الفجر وفي جريدة أخرى خدته ونشرته، نشر في 3 جرائد وفي بعض الناس خدوه من على الإنترنت ونشروه، لأنه بيضم جزء من قصة حياته وأهم الأغاني التي غناها فريد. من ضمن برضو الأجزاء التي تنكر من حياة فريد أو في تجاهل فيها هي فكرة برضو لما بتثار فكرة مثلا شاعر الشباب أحمد رامي. فريد الأطرش غنى لأحمد رامي ولحن له كتير، يعني ليالي الأنس في فيينا دي أحمد رامي، يا منى روحي سلاما أحمد رامي، معظم أغاني فيلم شهر العسل أحمد رامي، يعني في الأوبريت بتاع انتصار الشباب أحمد رامي. في حين ان انت ما بيذكر احمد رامي لا يذكر فريد الاطرش، ايضا عندما يذكر بيرم التونسي لا يذكر فريد الاطرش، ايضا يعني مثلا بيرم التونسي الف بساط الريح، يلا توكلنا على الله، الحياة حلوة احبابنا يا عين، يعني في اكتر من كده، ايه اغاني من اهم الاغاني التي غنيت في تاريخ العرب الحديث، تاريخ الاغاني، يعني بساط الريح كأوبريت، أوبريت الشرق والغرب، واعتقد يا مصر انا كنت في غربة، مرحب مرحب مرحبتين كانوا لي. في واحد تاني هو أهمل أيضا لأنه كان معظم أغانيه كانت لفريد اللي هو يوسف بدروس، أغاني كتيرة عظيمة بتاعت يوسف بدروس. فريد الأطرش كشخصية وفريد الأطرش كمان بعض من يتحدث عن فريد الأطرش في بعض الأحيان برضو قد يتهكم عليه أو قد يسخر من طريقته، أو يعني أنا بعتبر أن ده زيادة، وفي أشخاص معينة دايما لما بتتكلم عن فريد بتسخر منه. وهناك من قال ان مثلا، يعني انا فاكر في حديث لفنان انا بعتز بيه انما للاسف ما اعرفش ليه قال الكلام ده، ان هو قال ان فريد كان المفروض يعتذر بعد عبد الحليم ما طلع، وقال ان محمد فوزي اعتذر. لا، محمد فوزي ما اعتزلش، محمد فوزي مرض بعد ما حصلت يعني محمد فوزي فضل يغني بعد عبد الحليم ومرض بعد ما تقهر من اللي حصل والتأميم اللي اتعمل لشركته. وفريد وجود وهو نفس الشخص ده كان بيقدم برنامج او بيقدم حفلة من الحفلات ووراءه بنفسه، يعني من 40 سنة، وكان اوريدي عبد الحليم طالع بقاله حوالي 20 سنة لما هو عمل قدم الحفلة دي، شاف الجمهور بيستقبل فريد ازاي، بيستقبل عود فريد، يعني انت عود فريد لوحده ده قصة تانية، يعني انت يعني معروف ان عود فريد لما كان بيدخل ويتحط على الكرسي اللي هيقعد عليه فريد، يعني ذكر اكتر من مرة انه يعني تحصل يعني، وكان في تذوق يعني وفي احساس بقيمة
هذا الشخص العظيم. يعني هو جمهور فريد عارف قيمة فريد، وجمهور مش قليل. يعني جمهور فريد، وحتى على الانترنت في اليوتيوب في فيسبوك، صفحات الفيسبوك في ناس عاملة صفحات مسميه نفسها فريد الأطرش. يعني ما تدخل كده تحط اسم فريد الأطرش في الفيسبوك هتلاقي ناس كتيرة، او مسميه نفسها فريد وحيد او وحيد فريد او حبيب العمر. يعني اسم حبيب العمر ده ناس كتيرة مسمياه على الفيسبوك واليوتيوب، محطات على اليوتيوب باسم حبيب العمر. ففريد كفنان من أعظم الفنانين الذين جاءوا وخرجوا من مصر وجاءوا إلى مصر وخرجوا من مصر. أنا بعتبر أن كمان فريد نقطة تانية، فريد مصري حتى النخاع. بعدين في وقت حتى بوحدة وبتاعه، وبعدين يرجع يقولوا لا ده مش مصري، لا هو فريد مصري لأنه خلاص اتربى في مصر. هو جاء مصر كان عنده 5 6 سنين، فاتربى في مصر وعاش في مصر وغنى لمصر أحلى الأغاني الوطنية. يعني مثلا حتى الأغاني الوطنية بتاعت فريد، يعني أنا حاطط برضو اللي يدخل ياريت تدخلوا عندي في المحطة وتشوفوا علم العروبة، نشيد الفداء، المرد العربي. ونشيد الفداء كمان لأنه نشيد باللغة العربية الفصحى، لما بتبقى أغنية وطنية ولغة عربية فصحى بتبقى صعبة لأنها محتاجة لحن مخصوص، محتاجة طريقة غناء مخصوص، محتاجة صوت مخصوص، وحاجة في يعني إبداع عظيم. فأنا عايز يعني أوري لكم الكتاب ده. أنا عندي كتب كتيرة وقريت عن فريد كتير، بس دون يعني هو من أهم الكتب اللي بعتقد انها سردت اغاني مثلا سائل العلياء عنا والزمان، اللي هي وردة من دمنا للاخطر الصغير بشار الخوري. من اهم الكتب او من الكتب التي ذكرت الاغاني ومؤلفينها بطريقة سليمة. في ساعات بيلخبطوا، يعني انا مرة شفت حد كاتب ان بتالي وردة من دمنا ان هي حسين السيد، مش فاكر كان ايه مكتبين مأمون الشناوي، هي كانت بشارة خوري ايضا. يعني في معرفش هو استسهال، بيبقى المصدر خاطئ، بيبقوا واخدينها معرفش من مين. لكن هو كتاب دون اللي من اهم الكتب التي جمعت. ولكن للأسف برضو انا كنت اشوف ان المفروض يبقى يعني مثلا هم حاطين صورة فريد واسمهان، عايز اسمهان تستحق ان يبقى لها صورة كبيرة، بس كان يتعمل لها كتاب لوحده. يعني دي برضو من ضمن الحاجات التي دائما كأن فريد ما ينفعش نتكلم عنه لوحده، لا فريد يستحق ان احنا نتحدث عنه لوحده، لان هو فريد كشخصية فريدة وشخصية عظيمة. ان هو مطرب وملحن استمر من سنة ما يقرب 35 ل 74، يعني قعد حوالي 40 سنة يغني، من هو عنده 15 سنة هو بيغني. ف يعني ودي حسب الحسابات، انما يعني يمكن يكون اكتر، لان هو لو قلنا اتولد سنة 15 في ان هو يذكر انه اتولد سنة 15، فنقول من سنة 30 مثلا ل 74 يعني 45 سنة، حوالي خمس يعني 44 45 سنة، لأنه هو اتوفى في آخر 74.
ف يعني ب 31 فيلم يعتبر هو أكثر المطربين الذين غنوا أفلام، ودي نقطة مثلوا في أفلام، دي نقطة تانية. يعني هو لو لم يكن له جمهور كان عمل إزاي الأفلام؟ يعني الجمهور كان ينتظر أفلامه. يعني نغم في حياتي يقال إنه لما نزل في مصر كسر الدنيا بعد وفاته. زمان يا حب، أعتقد إن في فيلم أيضا راح يشاهده الرئيس عبد الناصر، كان فريد مريض وعبد الناصر راح. وأيضا من الأخطاء التي تقال إن عبد الناصر كان يفضل هذا عن ذاك، لا، عبد الناصر كان يحب فريد والسادات كان يحب فريد، لأن هما طلعوا عليه، يعني هما جيله. يعني عبد الناصر والسادات مواليد سنة 18، يعني دايما الواحد هيميل يعني اتربوا وخرجوا كشباب. كان فريد بيغني الربيع وبيغني حبيب العمر وبيغني الأغاني دي، ف يعني ده اللي في القلب في القلب. يعني اللي هيجي بعده مثلا نقول 15 سنة أو 20 سنة، إن هو برضه مع احترامي لعبد الحليم، وأنا بحب عبد الحليم، يعني أرجع وأقول بحب عبد الحليم وحاطط أغاني ليه أيضا، عبد الحليم لم يعني ينتشر سنة 52، لا، عبد الحليم ابتدى ينتشر أكتر في منتصف الخمسينات، يعني أواخر الخمسينات. فكان أوريدي عبد الناصر والسادات والناس، الجيل ده جيل فريد. إنه فريد كمان، ودي النقطة قبل ما نقفل، كان شرقي صميم. حتى الأغاني اللي عملها بإيقاع غربي، هو اللحن الشرقي، يعني هو ما سرقش اللحن من حد، زي ناس ثانية ما سرق، هو أخذ اللحن وحطه في إيقاع غربي. فده خلى اللي بيحب الشرقي هيحب فريد، واللي بيحب الغربي هيحب فريد. يعني الذي يميل للغربي، يعني مثلا يا زهرة في خيالي، اللي عاوز كده